مساء الخير، أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أصدر تنظيم داعش قرارا يفرض التجنيد الإجباري على الشبان في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وأبلغ في بيانه الأهالي بأنه سيتعامل مع المجندين الجدد مثلما يتعامل مع أفراده القدامى، مشيرا إلى أنه سيزج بهؤلاء الشبان في المعارك التي يخوضها فور اجتيازهم دورة عسكرية، ما يؤكد تأزم موقفه الميداني. أفاد مصدر عراقي محلي اليوم بأن 9 من أبرز قادة تنظيم داعش الإرهابي قتلوا بقصف جوي جنوب غربي المحافظة. وقال المصدر إن طيران القوة الجوية العراقية قصف رتلا كبيرا لداعش متجها من ناحية العباسي نحو جبال حمرين لمهاجمة القوات المشتركة بين كركوك وصلاح الدين، ما أسفر عن قتل 9 من أبرز قادة التنظيم. حقق الجيش اليمني تقدما جديدا في الجبهة الغربية لمحافظة تعز جنوب غرب البلاد بعد معارك ضارية خاضها مع ميليشيات الانقلابيين. وأكد مصدر عسكري يمني أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على بلدة الكدرة شمالي منطقة الهاملي التابعة لمديرية موزع غربي مدينة تعز. أعلن التحالف الدولي في أفغانستان أن انتحاريا من طالبان هاجم موكبا لقوات أجنبية أمس الخميس، ما أدى إلى قتل جندي من قوات حلف شمال الأطلسي ناتو وجرح 6 آخرين. وقال بيان للناتو إن الدورية كانت تقوم بمهمة مشتركة مع الجيش الأفغاني الوطني عندما انفجرت عبوة محلية الصنع يحملها أحد الأشخاص في منطقة قراباغ في ولاية كابول. قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن واشنطن بدأت بزيادة ضغطها على إيران عقب تجربة الصواريخ البالستية التي أجرتها طهران مؤخرا، مشيرة في هذا الصدد إلى أن أمريكا بدأت بحشد حلفائها من أجل مزيد من الضغوط على إيران. وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام أنطونيو غوتيريز، أعربت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا عن قلقها إزاء تجربة الصواريخ الإيرانية، مبينة أن الصاروخ الذي أطلقته إيران يمكن أن يكون قادرا على حمل رأس حربي نووي وأنه يمثل استفزازا وتهديدا. أطلقت شركة صينية خاتما ذكيا يحول أصبع المستخدم إلى هاتف يتيح له إجراء المكالمات الهاتفية واستقبال الإشعارات، إضافة إلى مزايا أخرى بعد التوصيل بهاتف المستخدم. فبمجرد لمس الأذن يوفر الخاتم للمستخدم إمكانية السماع والحديث من خلال الإصبع، إضافة إلى إمكانية إجراء المكالمات وإرسال الرسائل باستخدام الأوامر الصوتية. شكرا.